السلام عليكم خويا محمد. عليكم السلام ورحمة الله خويا سعيد. شي عرض عاود تاني هذا خويا محمد. ديما العروض اخويا سعيد كما العادة عند سعيد شوب، أحسن العروض أحسن الأثمنة، أثمنة جد مناسبة. اليوم كنستهدفوا الطبقة، يعني الطبقة المتواضعة، تراوش كما كنقولوا. جبنا اليوم مجموعة من الهواتف. اليوم التصنيف ديال الهواتف غادي يكون من 500 درهم حتى 1500 درهم تقريبا. غنبداو سيدي، غنبداو بسامسونج. كاينه جي دو كور في عام ديال لا غارونتي، ها هو 1 جيجا 16 جي دو كور، هذا كيبقى ب 700 درهم. كاين ا01 كور، ها هو ديال سامسونج، حتى هو راه معروف في عام ديال لا غارونتي. بالنسبه للناس اللي كيقولوا كنبيعوا التليفونات ديال برا عام ديال لا غارونتي، 750 درهم. احنا جايين الريدمي ا01 حتى هو ديال الشركه في عام ديال لا غارونتي 950 درهم. هذا فيه 2 جيجا 16، ا01 كور فيه 1 جيجا 16. ام 10 هذا فيه 2 جيجا 16، هذا راه تليفون خرج شحال هذه، ولكن السيري ديال الام راه معروفه، يعني تليفون زوين فيه دي كاركتيرستيك لي زوينين. هذا مطرق مسدود، حتى هو في عام ديال لا غارونتي ديال الشركه، حتى هو 1100 درهم. الاديس اس، هادي اديس اس سيدي، هادي فيرسيون جديده 2 جيجا، 32 جيجا في ستوكاج، 4 جي فيه بصمه في الظهر ديال الهاتف. هذا كيبقى ب 1100 درهم، 1100 درهم حتى هو ديال الشركه عام ديال لا غارونتي. الوافد الجديد ديال سامسونج ا02، هذا فيه 32، 3 جيجا في الرام ماشي 2 جيجا في الرام. هذا الهاتف خرجه سامسونج باش تنافس الفئه الاقتصاديه، يعني كما كيقولوا لا مارج ديال 1000 درهم، 1100 1200. هذا سيدي دايرين فيه واحد العرض، كنبيعوه ب 1050 درهم، حتى هو ديال الشركه ماشي ديال البرا. ا02 اس 64، الهاتف هذا بزاف ديال الناس عجبهم من ناحيه ديال الديزاين، من ناحيه ديال الخامات. واخا كيبقى هاتف اقتصادي، ولكن يعني الستوكاج ديالو والرامات اللي فيه طالعين مقارنه بالثمن ديالو. هذا كنبيعو حنا غير 1300 درهم، 26000 ريال، وديال الشركه عام ديال لا غارونتي. سالينا سيدي من سالينا من سامسونج، دابا ندوزو لشركات اخرين. غندوزو للشركه ديال فيفو Y91 سي. هاد الشركه هادي معروفه بالضمان ديالها، يعني عام ونص ديال لا غارونتي، من ما بين احسن الهواتف في الفئه الاقتصاديه. الناس راه خداوها وجربوها كهاتف اقتصادي، فهو هاتف يعني مناسب، حتى الثمن ديالو جد مناسب عن سعيد شوب سيدي. ماشي 1000 درهم، ماشي 950، 900 درهم، 900 درهم. 2 جيجا 32، وعام ونص ديال الكاروتي وديال الشركه. Y1S سيدي، Y1S فيه 3 جيجا، 32 جيجا في ستوكاج. هذا كيدير 1100 1150 في السوق. حنا سيدي عند سعيد شوب كنبيعو غير ب 1100 درهم، 1000 درهم، 1000 درهم، 1000 درهم، استسمح 1000 درهم، 1000 درهم. حنا راه ديما الثمن طايح، كنحاولوا ما امكن نوفروا هواتف يعني ديال الشركه فيها لا غارونتي باثمنه جد مناسبه. وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس كيقولوا لينا كنبيعوا الكونتراباند وهذه وهذه. جي عندنا المحل اخويا، ياك حنا كنبيعوا الكونتراباند، وجي عندنا المحل وشوف، حتى صيفط كاع الخبره، كاع صيفط الخبره ديال الهواتف، شوف واش عندنا الكونتراباند ولا عندنا الاوريجينال، عندنا شي حاجه ديال الشركة. كما قلنا فيفو 3 جيجا، 32 جيجا في ستوكاج، 1000 درهم. فيفو Y1S. Y12S هذا راه معروف، يلاه خرجاتو الشركة ديال فيفو في الأسواق المغربية، كيدير 1300 درهم. لي كاركتيرستيك اللي فيه، فيه 3 جيجا في الرام، 32 جيجا في ستوكاج، 5000 في الباتري، جوج كاميرات، لومبرانت ديجيتال في الجنب. هاد الهاتف هذا كيتباع في الاسواق المغربيه ب 1300 درهم، يعني 26000 ريال. عند سعيد شوب سيتي كنبيعو غير ب 24000 ريال، 1200 درهم، وديال الشركه وفي عام ونص ديال الكارونتي. دابا سالينا من الشركه ديال فيفو، غندوزو للشركه ديال ريلمي، ريلمي وفيفو واوبو
وان بلس وايكو، هادو خمسة الشركات، مجموعة الشركات بي بي كا، كلهم كيجمعوا واحد تحت واحد الغطاء، يعني هما مجموعة الشركات غير السميات كيتفارقوا ولي بو لي كاركتيريستيك كيختلفوا، كل شركة يعني واخدة الاتجاه ديالها. الريلمي سي 11 2 جيجا 32 5000 في الباتري، بروسيسور هيليو جي 35، ميديا تيك 6.5 بوست. هاد الهاتف راه معروف في الاسواق المغربيه كيدير 1100 درهم عند سعيد شوب، 1050 درهم. ولا بغيتي ب 1100 درهم كنعطيوك لي زيكوتور بلوتوث فابور فابور، وديال الشركه عام ديال لاكاروشي. تكنو بوب دو اف، هذا شركه ديال تكنو، شركه ديال تكنو كاينه في المغرب، وشركه ديال تكنو عندهم سيرفيس ابري فونت في المغرب. هذا الهاتف هذا فيه 16 جيجا 1 جيجا في الرام. هذا الهاتف سيدي كنبيعوه سيدي ب 650 درهم. الهاتف فيه لي زيكوتور شارجور بوشيطه وفيه عام ديال لاكارونشي. الريدمي نفسي، الريدمي نفسي سيدي، هادي ديال الشركه 2 جيجا 32، 2 جيجا 32، الثمن ديال هادي شحال الثمن سعيد؟ 1150 درهم. الريدمي نفسي 1150 درهم ديال الشركة، ماشي ديال برا، ماشي ديال الهند، ماشي ديال الهند، هادي ديال الشركة مليون في المية، 1150 درهم. هادي الان فينيكس 2 جيجا 32، الفينيكس سمارت اتش دي 2021، فيها 5000 في الباتري، اندرويد 10، 4G. شحال الثمن ديال هذا سعيد؟ 930 درهم. 930 درهم احسن ثمن في السوق، وديال الشركه ماشي ديال برا. الفينيكس سمارت 5 5000 في الباتري حتى هي، 4G، 32 جيجا، 2 جيجا في الرام. نخليو سعيد يقول لنا الثمن. 1000 درهم اخويا محمد. 1000 درهم يلا الاخوان، 1000 درهم. يعني هواتف جد جد مناسبه، وهواتف يعني هواتف اقتصاديه، مجموعه من الهواتف كما كتشوف. ونسينا هذا الهواوي هذا ايكريك 5 بي، هذا ايكريك 5 بي الاخوان. شحال الكاركتيريستيك فيه؟ 32 جيجا، 32. شحال كيبقى هذا؟ 900 درهم. 900 درهم. هذا ما فيه ما فيهش بلاي ستور، فيه الاب جاليري، ولكن كاينين المحبين ديال هواوي، يعني كاينين شي وحدين عزيز عليهم هواوي، هذا اللي بغاه 900 درهم. الهواتف كاملين الاخوان هواتف اقتصاديه كما شفتوا في الفيديو، من 500 درهم او 650 حتى 1500 درهم. هواتف جد جد اثمنه جد جد مناسبه، وهواتف اقتصاديه، ولا غارونتي يعني الضمانه 100%. واللي بغى يعني يعرف واش لا غارونتي ولا ما كايناش، يجي عندنا المحل مرحبا به. اش كاين مجموعه ديال الناس كيقولوا باللي حنا كنبيعوا كونترابوند ولا شي حاجه. الكونترابوند راه تقريبا المغرب كامل كيبيعوا، ما كاينش شي واحد ما كيبيعش الكونترابوند. الاختلاف فين كاين؟ الاختلاف كاين واش انت غتكون صريح مع الزبون ولا لا. مثلا زبون كيجي عندي المحل كيقول لي انا بغيت هذا الهاتف، بغيتو ديال برا، بغيتو ديال برا سيدي، كنعطيه ديال برا وكنعطيه بثمن ديال برا، يعني ثمن طيح على ديال الشركه، ماشي كنبيع عليه ديال الشركه على اساس ديال برا. هذا هو اللي كاين. ومجموعه ديال الهواتف كاينين في السوق راه ديال برا، الايفون، الهوت جام ديال سامسونج، بزاف ديال الهواتف يعني ديال برا، يعني راه كيكونوا داخلين كونترابون وكيتباعوا باثمنه يعني اثمنه جد جد مرتفعه. هذا هو اللي كاين الاخوان، تبارك الله عليكم. ما تنساوش ديروا لايك، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. نشوفكم في شي فيديو جديد.